ولا أولى فقراتنا معكم مشاهدينا. كتير منا ممكن يرتكب أخطاء بحياته، أوكي بتقدر تتعاطف مع حالك بس بدون ما تلعب دور الضحية، وبتقدر تحب حالك بدون ما تحس حالك أنه أنت ضحية. هو بالنهاية دور بالحياة مثل أي دور على المسرح، مثل ما لبسته بتقدر تشلح هذا الدور وتتخلى عنه وترجع لقوتك الذاتية. ما في حدا منا معصوم عن الخطأ، وكتير من الأشخاص لما بيخطئوا بيوقعوا بعقدة الذنب وبياخدوا دور الضحية للأسف. أكيد يا عفاف، يمكن كلنا بفترة من حياتنا مرق بحياتنا، يمكن أشخاص عندهم هاي المتلازمة، متلازمة يلعبوا دور الضحية أو مثل ما بنسميهم أشخاص كتير دراما. هدول الأشخاص عندهم صفات كتيرة منها أنه دايما تفكيرهم سلبي بالحياة، ما بيحبوا التغيير ولا بيحبوا يسمعوا أي شيء من حدا، دايما يمكن بيلقوا المسؤولية واللوم على الأشخاص يلي حواليهم. كتير سلبي وجودهم بحياتنا وكتير ممكن يأثروا علينا. ممكن نشوفهم مو بس بالعلاقة العاطفية، لا ممكن يكونوا بين الرفقة، بين الزملاء، بين الأهل، ضمن العائلة أو حتى بين الأطفال. اليوم شو هي صفات الشخص يلي عنده هي المتلازمة وكيف منقدر نتعامل معه؟ تفاصيل كتيرة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا اللي صارت ضمن الاستوديو، اختصاصية تربوية راما حمود. صباح الخير دكتورة. صباح الخير فيك. صباح الخير وسهلا فيك. خلينا دكتورة هيك بالبداية، يعني اليوم لما بنسمع ممكن هي تكون موجودة هي العقدة أو المتلازمة عند كتير من الأشخاص، ولكن هو ما بيعرف شو هي بالضبط. ممكن تكون عنده صفاتها بس إنه هو ما بيعرف إنه هو عنده متلازمة ولازم إنه يعالجها. خلينا نوضح أكثر مفهوم عقدة الذنب. هلا بداية، عقدة الذنب هي نوع من العقد والاضطرابات النفسية الصعبة بالحياة، بتحدث نتيجة المرور بكوارث مثل الحرب، مثل حوادث الغرق، حوادث السير اللي بيكون فيها نحن بنفقد أحد الأشخاص المؤثرين أو المقربين بحياتنا. فهذا الفرد بيصير عنده عقدة الذنب لأنه بيطرح على حاله سؤالين: ليش أنا اللي طلعت من هذا الحادث وأنا عايش؟ ليش أنا عشت وغيري مات؟ شو كان ممكن؟ السؤال الثاني: شو كان ممكن أنا أعمل لحتى اللي فقدتهم ما أفقدهم؟ فبيضل بيكرر هدول السؤالين. طبعاً هي البداية ما بتبلش فوراً مع الحادث اللي صار، لا، هي بتبلش من شيء هو بأدنى مستويات الوعي. في عنا عالم نفس اسمه ديفيد هاوكنز، هذا وضع مخطط لمستويات الوعي، أدناها هي جلد الذات أو الشعور بالذنب. أنا وقت ببلش إذا وقعت مني كاسة ضل بفكر انه ليش وقعت؟ لو انا ما مريت من جانب هذا الشيء المعين ما كانت وقعت من ايدي، لو انا تصرفت هيك ما كان صار هيك. فانا بضل عم بلقي اللوم على حالي، فبدايتها بتكون بالشعور بالذنب، تتطور لحتى تصير عقدة. هي ما بتنشأ فورا، هي بتنشأ نتيجة تراكمات وتجارب حتى بيصير الفرد فعلا عنده هي العقدة. نحن منشبههم لحدا حامل شنطة أو ممكن مرتدي عباية أو تياب، هي التياب كلياتها مبطنة بإبر، كل إبرة منا بتخليه لهذا الفرد يشعر كأنه عم يتخلص من هي الأخطاء عن طريق جلد ذاته. كل ما هي الإبر نغزت بالجلد كل ما قدر يحمل حاله خطأ، وبالتالي قدر أنه يشعر بأنه هو كان الخطأ عنه عليه وأصبح هو عم بيتطهر من هي الأخطاء. طيب اليوم في أسباب واضحة لحتى تتشكل هي العقدة عند الناس؟ يعني ذكرتي أنه ممكن يمر الشخص بأزمات، بصدمات معينة وهي فعلا سبب عنده هي العقدة، شو في أسباب تانية ممكن إحنا نكون غافلين عنها وفعلا هي اليوم تأثر علينا وتسبب لنا هي العقدة؟ هلأ للأسف الخطأ التربوي اللي نحن بنوقع فيه كأهل أنه نحن الطفل أول ما يعمل أي خطأ فنحن منقول له إذا أنت ما اعترفت بهذا الخطأ وأشعرت حالك بأنك أنت المذنب فأنت ما رح يتكرر هذا الخطأ عندك. نحن بنعطيه هي الفكرة لمجرد أنه هو يعرف حاله أنه أخطأ وبالتالي ما بقى يكرر هذا الخطأ. لكن نحن بعقلنا اللاوعي يفترض نفكر أنه إذا تكرر هذا الشعور بالذنب عند هذا الطفل مع تكرار الأخطاء فهو بيصير جلاد لحاله، بتتحول لحياته لحياة مليئة بالندم. كل ما يعني على أتفه الأمور بيشعر
بيشعر بالذنب وعلى أكبر الأمور بيشعر بالذنب. نحن الغاية من هذا الشيء، وقت أنا بقول إنه نحن ما نحاسب الطفل على كل الأخطاء اللي بيرتكبها، لأنه كل الأشخاص الناجحين بالحياة هن كانوا بيتعاملوا مع حالهم بالدرجة الأولى بلطف، لأنه نحن وقت بدنا العالم تتعامل معنا بأريحية وبشيء منيح فيفترض عامل حالي البداية من عندي، فأنا كل ما عطيته إياها لطفلي كل ما بعدته عن شعور بالذنب. شعور بالذنب هو شيء جيد، لكن تفاقم الشعور وتحوله العقدة هو الشيء اللي نحن بنخاف منه للأسف. طيب دكتورة، بنشوف كتير أشخاص ممكن يفشلوا بحياتهم العملية الاجتماعية العاطفية، وهون بيلقوا اللوم على الطرف الآخر، يعني شايف وضع البلد كيف أنا ما عم لاقي شغل، شايف وضع الشركة كيف أنا شغلي ما عم يتحسن، وضعي بالبيت ما أنا منيح، الحق على الأهل، دائما إلقاء اللوم على الآخرين وعلى الطرف الثاني. هون شو المشكلة بالضبط؟ كيف ممكن هذا الشخص يشوف إنه المشكلة من جواته هو ما أنا بالمحيط؟ تماما، هي اللي نحن بنسميه عقلية الضحية. هلا شوفي، نحن لنكون واقعيين، كلياتنا بنمارس هي العقلية بموقف من مواقف الحياة، لأنه هي مبدأ هي العقلية إنه نحن حياتنا محكومة بأحداث، هي الأحداث نحن ما إلنا السيطرة الكاملة عليها للأسف، فنحن نتيجة مؤامرة ما أو نتيجة ظروف معينة منلاقي حالنا إنه نحن بمكان بدنا ندافع عن حالنا بس ما عنا الأسباب الكافية إنه ندافع عن حالنا، فبنلقي اللوم على الآخرين. هلأ الشيء الطبيعي إنك تعملي هذا الشيء بهيك حالة، لكن إنك تاخديه على مدار كل الأحداث اللي عم تحصل معك. شوفي، العقل وقت بتدربيه على شيء معين هو بيعمل لك شيء اسمه ميكانيزم أو آلية دفاع، هو أحد وظائفه أنه بيحميكي، فأنت وقت بتعملي هي العقلية أو بتاخدي هي العقلية كأسلوب حياة أو منهج حياة، خلص صارت عندك مثل استمتاع. ليش؟ لأنه هو بيلاقي التعاطف، بيلاقي تماماً. التقبل، بيلاقي تماماً. الاهتمام، وفي منهم كمان بيحاولوا يلفتوا الانتباه، هن ما عندهم مزايا كتير كبيرة بيحاولوا يلفتوا الانتباه. أهم الأعراض اللي أنا بلقطة لحتى أعرف أنه هذا الفرد هو عم بيمارس الكوين دراما، صحيح، أنه بيكون أول شيء بيحس أنه هو حاله مترفع عن غيره من ناحية السمو الأخلاقي. يعني أنا عندي أخلاق، لهيك أنا على طول بحمل حالي أني أنا الضحية، أنا ما عم بعمل شيء. الشيء الثاني هو أنه ما بيتعاطف مع غيره، التعاطف فورا بيلفت الانتباه له، دوما بيطلب التعاطف من الآخرين وبيطلب التقدير كمان، ودائما في عنده تركيز على مواقف الآخرين وردات أفعال الآخرين، رغم أنه هو ردات أفعاله وعواطفه بتكون متفجرة بمواقف هي ما بتستاهل هذا الشيء. يعني أحيانا كلمة عابرة نحن بنقولها لحدا هو كوين دراما، بتلاقيه بينفجر بردة الفعل مبالغ فيها، وقد ما حاولت تبرري له أنه أنا والله ما بقصد هذا الشيء أو ما عملت هذا الشيء لهيك لحتى أزعجك أو أذيك أو سبب لك هالأذية، هو بيرفض، فهو ما عنده تعاطف مع الآخرين لكن هو بيحاول يتعاطف. تمام؟ هلأ أهم شيء أنا بهي الحالة أني أنا ما أعطي اللي بده إياه. الشيء الأهم أنه نحن بوسائل الإعلام للأسف منكرس هي الدور، أنه نحن منطلع شخص ببعض الأعمال الدرامية، منطلع شخص يعني منقول انه هو كتير منيح وكتير طيب، لكن كل احداث الحياة عم تجي ضده، كل ما بيعمل شغلة بيفشل بهي الشغلة، فبيلاقي حاله هو كتير يعني انا كتير منيح لكن هي الاحداث ضدي. هلا نحن بدنا نركز على شغلة، فعلا نحن ما أنا مسؤولين عن الاحداث اللي بتصير خارجة عن ارادتنا، لكن نحن مسؤولين عن ردة فعلنا، ردة الافعال الفكرية والعاطفية، يعني تفكيراتنا نحن مسؤولين عنها وعواطفنا كمان نحن مسؤولين عنها. إذا بدي خلي حالي دور ضحية ودور المنقذ ودور الشمعة اللي على طول بركب عليها الأخطاء وبخلي حياتي محكومة بنتائج الآخرين وكيف هن بينظروا إلي، فأنا على طول بدي ضل حبيسة هي العقلية الضحية. أول حدا أو وقت اكتشفنا هي العقلية هي كانت عن طريق إدلوف هتلر وقت قام بحربه على شعبه بالبداية وعلى الألمان هنن وقت بلشوا فيها، فكان عم يوصف حاله أنه نحن ضحايا لمؤامرة معينة فنحن قمنا بالحرب، فهو عم بيبرر قيامه بالحرب
لأنه هو كان ضحية لنوع معين من الابتزاز أو نوع معين من التهميش المجتمعي إلى آخره. يعني بيعطيكي أسباب أو أحكام وهمية للشيء اللي عم بيمر فيه. صحيح، يعني هدول الأشخاص اليوم بتلاقيهم هنون مبدعين بأداء هاي الأدوار بالحياة، يمكن دايماً همهم أنهم يكسبوا تعاطف واهتمام الناس اللي حواليهم. طيب اليوم راما برأيك مين أكثر، الأنثى أو الرجل اللي تلعب دور الضحية بالحياة؟ هلا في كتير دراسات بتقلك إنه الأنثى. شو صحة هذا الكلام؟ صحيح، لأنه نحن بتحكمنا العواطف، نحن بنتحرك بعواطفنا، ونحن أشد حساسية من الرجل. الرجل بيمرق مواقف، نحن لا، ناخذ الموقف وبنبني عليه مواقف حياة كاملة. يعني أقل خلاف بيني وبين شريك حياتي، فأنا بنكتله الماضي والحاضر وببني عليه أفكار للمستقبل، ممكن أنهي حياتي نتيجة هذا الخطأ. وحتى يعني حسسه نتيجة هذا الموقف أنه أنا على طول ضحية بهي الحياة، رغم أني أنا ممكن ما أكون الضحية، بالعكس أنا لحتى أتهرب من مسؤولياتي كأنثى بعمل حالي أني ضحية لحتى بعد عني الخطأ اللي ممكن يكون مرتكبته أو الشيء اللي صار لحتى تأنفيه او ابعده عني. طيب دكتورة، اليوم اكيد ما في مجتمع مثالي ولا عمل مثالي ولا اي بيئة مثالية تحيط فينا، واكيد كمان ما في شخص ضعيف هو بالمعنى الحرفي او شخصيته ضعيفة مثل ما بنقول. هو كل حدا فينا عنده 100 شخصية، بس يمكن طريقة التعبير عن افعاله الصحيحة بتكون غلط. قد ايه اليوم ممكن يكون في اشخاص ما عندهم هاي المتلازمة ولكن عندهم صعوبة بالتعبير عن مشاعرهم الصحيحة او طريقة صحيحة، ممكن ينفهموا غلط تحت مسمى متلازمة دور الضحية؟ هلأ هون بقى بنرجعها للذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي والقدرة على التعبير عن المشاعر والابتعاد عن العزلة والاكتئاب. بالعكس، أنا كل ما كان عندي مشاعر سيئة ممكن الحديث مع حدا حول هي المشاعر ممكن يخفف هي المشاعر، وبالتالي بيحميني، بيعمل لي حصانة ما بيخليني أوقع بإني أنا أصير عندي شعور بالذنب أو أنا وصل لمتلازمة لازمت عقلية الضحية أو ألعب أدوار أنا فرضتها علي الحياة وحمل الحياة أنه هي شماعة الأخطاء اللي أنا عم بوقع فيها. تمام؟ فالتواصل مع المحيط، لهيك نحن بنقول على طول نحن بيبلش التواصل من البيئة الحاضنة اللي هن الأب والأم. كل ما دربت طفلي على أنه يحكي لي أصغر تفصيل، وحتى إذا كان هذا التفصيل كتير ممل وكتير بسيط وكتير حتى تافه بالنسبة لإلي، هو مهم بالنسبة للطفل، ممكن أنا شكل فكرة عن يومه، فكرة عن شيء مر فيه، ممكن ابني عليه المستقبل. صحيح. شيء مشكلة وقع فيها هذا الطفل، فكتير مهم الاستماع للطفل. تمام رما، يعني ذكرتي نقطة أنه لازم الأهالي اليوم يستمعوا لأطفالهم في حال كان عندهم هيدي العقدة أو هيدي دور الضحية. طيب كمان قد ايه مهم وجود الأختصاصيين النفسيين الأختصاصيين الاجتماعيين اليوم لعلاج هي الحالة، وقد ايه بتستغرق هي الحالة علاج حتى كرمال الشخص عن جد يطلع منها؟ هلأ شوفي، لنحكي بالمنطق هي أو بالعلم، خلينا نقول أنه هي المتلازمة هي ما أنا متلازمة جينية، وبالتالي هي غير وراثية، يعني لا تورث، هي مكتسبة. تمام؟ فوقت بتكون مكتسبة بيكون العلاج أسهل. لكن في عندي شغلة كتير مهمة، أنه هدول النوع من الشخصيات والأفراد هن عندهم رغبة كبيرة بالانتقام، بالانتقام من الأفراد، بالانتقام من الحياة، بالانتقام حتى من حالهم. تمام؟ فوقت بيكون عم بيعملوا هذا الانتقام بيكون العلاج صعب، بيكون علاج معرفي سلوكي فقط. أكيد دكتورة، يعني الحديث بهذا الموضوع لا يمل، وبالنهاية أكيد كل شخص هو نتيجة أفكاره، هو بيصنع واقعه وبيصنع كمان نتائجه وبيكون راضي عنها. شكرا لك دكتورة. شكرا كثير. أهلا وسهلا فيك دكتورة، وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتيها.